أبارك لسيدي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، بمنحة في هذا التاريخ قائدا للإنسانية وقائدا للعمل الإنساني، صاحب السمو الذي أنجز العديد، أبو الدبلوماسية نسميه إحنا، أصلح كثير بين العالم وتوسط لعدة بلدان في العالم، كم أنت عظيم يا صاحب السمو، وشاتي مجروحة فيك يا صاحب السمو، أحرجت كثير من الحكام والأمراء بعظمتك وطيبك وكرمك وتقديرك للشعب الكويتي والمواطن والمقيمين. كاف أن شهر رمضان الناس صايمة وشدة الحرارة وهو يتجول حول الخليج لحل الخلافات الخليجية الأخوية، كم أنت عظيم يا صاحب السمو.